بعد غياب 22 سنة عن مهرجان جرش، امبارح ماجد الرومي أحيت حفلة أكثر من رائعة، لكن بعد ما غنت لحوالي ساعة بالتحديد بعد تاسع أغنية قدمتها اختل توازنها وكادت تفقد وعيها وتوقع، بس الحمد لله الله لطف، والأشخاص اللي كانوا حولها من أمن وفرقة موسيقية انتبهوا وسندوها ورفقوها لوراء الكواليس. عبال مرتاحت، بنقول لها سلامة قلبك من كل شر. أكيد طبعاً، والحفلة توقف كمان شوية، ولكن تم الإعلان بعدها على طول إنها فقدت توازنها بسبب هبوط في الضغط، وكمان زي ما تقال إن هي طبعاً بقى ليها يمكن هبوط في السكر، وكانت من غير أكل طول اليوم أثناء البروفات، وده اللي سبب لها التعب. وبعد 12 دقيقة بالضبط رجعت وطلعت على المسرح مرة تانية، وسط طبعاً تصفيق حار من الجمهور اللي وقفوا علشان يحيوها، وكملت برنامجها المقرر وغنت بعدها التوبة، مطرحك بقلبي كلمات إلى الجمهور اللي طلبها منها أكتر من مرة خلال الحفل. وإحنا أكيد طبعاً بنقول لها سلامتك ألف سلامة، وكمان اتواصلنا معاها ومع أخوها واتطمنا عليها وبعت لنا صورة علشان يطمننا أكتر، وهي طبعاً بتحضر نفسها قبل زيارتها لمركز الحسين للسرطان، وإحنا كمان ما قدرناش نطمن غير لما لحقناها على المركز وقابلناها شخصياً، وحصرياً طلبنا منها تطمننا عليها وقالت لنا تفاصيل أكتر عن اللي حصل معاها. كانت لحظة انفعال كبيرة، يعني بعد سنين غياب عن جرش بلاقي حالي مغمورة بحب الأردن وأهله، بغنوا معي كل جملة وبغني معهم، وبغمرة هالفرح الكبير اللي صارت امبارح حسيت إنه عم تتخالط علي المشاعر بين اللي عم بيصير بلبنان وبين اللي أنا حسيته على المسرح. حسيت ما بعرف شو صار، يمكن نزل ضغطي ما بعرف شو صار، بس حسيت انه دار المسرح فيي او اني درت بالمسرح، فتوقفت لثواني وبكل بساطه كفيت الحفله. انفعلت كثير، هالموضوع يلي حسسني انه قلبي مش قادر يحمل هالمحبه الكبيره اللي انا مغموره فيها بالاردن. تاني شيء كان فرحي عظيم عظيم بأنه حس المطرح قديه في فرح، الخيام اللي حوالين جرش كانت بتفرح قلبي، أنا عم بسمع صوت موسيقى جاي من برا والناس بالخيام وكأنك بعرس عامر بكل مطرح. يا ربي الله يديم نعمة السلام والاستقرار بالأردن، وهيدا موضوع لإلي أنا كلبنانية عربية بيعنيني كتير، بيعنيني كتير إنه أحس قديش الأردنيين مغمورين بعناية جلالة الملك الفايقة لإلهم، قديش العين واعية بإنه تقدم لهم الأفضل، بإنه ترعاهم صحياً، بإنه تتبعهم بموضوع الكورونا، إنه تبعهم بالمدارس بالمستشفيات بالجامعات. اللي مثلي جاي من لبنان بيشكر الله على هالنعمة صدقيني، وما كانت كلمة بس قلك إياها بدون تعليق قديش كنت متأسرة باهتمام جلالة الملك شخصيا، جلالة الملك شخصيا، الأردنيين جميعا بالأوتيل نفسه، بإدارة مهرجان جرش، بالشباب الواقفين معي اللي كانوا سهرانين على راحتي كل دقيقة، كل هيدا عمل عندي فيض من المشاعر. أنا ما تعرضت لوعكة صحية، أنا تعرضت لوعكة عاطفية اللي بيكون جاي من محل الناس مخنوقة فيه قد بلبنان، الناس عم تنطفى بالعتمة مثل بلبنان، ما بيقدر، ما في، ما ينفعل، ما بيقدر ما ينفعل، لأنه بحس أنه لازم يدعي ربنا يحمي هالأرض، يحمي جلالة الملك، يحمي هالعنان السهراني عليكم، أنتوا ناس مغمورين بمحبة واهتمام دولتكم، جلالة الملك، جلالة الملكة وكل المسؤولين عنكم، نشكر الله على النعم.
يعني اكيد الله يحمي الاردن طبعا ويحمي كل البلاد العربيه، بس يعني ست ماجده عم تحكي بعاطفه، يعني انا يمكن بقدر شوي افهم. انا اشعرت وانا بسمعها لانه بتعرفي 22 سنه بعيده عن جرش كانت من اجمل الحفلات اللي عملتها، ما قليله ترجع تشوفها كمان، والشيء اللي حاملته بقلبها. اذا انا نفسي وانا عم بشوفها لما طلعت على المسرح صار عندي كمان هيك يعني غمران عاطفي لهذا، وزعلت كثير لما نزلت، بس طبعا لما وقعت عفوا. طبعا هذا الموضوع امبارح واليوم مو بس شغل بال جمهور ماجده الرومي، كمان النجوم مثل شريهان وأحلام ولطيفة نشروا تغريدات تمنوا لها السلامة من خلالها وعبروا عن حبهم وتقديرهم الكبير لها. كمان راغب علامة نشر تغريدة ووصفها بالأرز الشامخة والقلب الكبير، وقال إنها تأثرت لما وقفت على مسرح جرش العظيم بعد غياب، هذا اللي صار معها، وقال إنه اطمنوا عليها وهي بأحسن حال وبقمة فرحتها. أما طبعا بالنسبة للحفلة فزي ما قال صبحي في البداية كانت أكتر من رائعة، وافتتحتها ماجدة مع أغنية عم يسألوني عليك الناس، ومن بعدها وجهت تحية للجمهور كان فيها إصرار على الحياة، وكملت مع عدد من أغانيها اللي بيحبها الجمهور زي عيناك ليال صيفية، اسمع قلبي، كن صديقي، أحبك جدا. والجمهور طبعا كان متفاعل معاها بشكل كبير طول الوقت، وتميل معاها خاصة لما غنت ميلي يا حلوة ميلي.